بالنسبة للقاء مصر لحد الآن لم يمضى العقد، كما تعرفوا يعني في كل مرة كان هناك منظم وكان اتفاقية تكون بين المنظم والاتحاد المصري ولا الاتحاد الجزائري. لحد الآن أنا في صدد تحضير هذه الاتفاقية، إن شاء الله تكون في الأيام القليلة القادمة، ولهذا يعني ما نقدرش نعلن على لقاء ودي رسمي في حد ما إذا يعني ما كانش الاتفاق. هي صراحة كان هناك كلام حول غينيا الاستيعابية في عندما كان السيد جهيد زفزاف على رأس الاتحاد، وكان هناك كلام مع النقد الوطني، يعني كلام وفقط. اليوم يعني إن شاء الله ننتظر يعني تعيين الرئيس الجديد، وكذلك نتعرف على المدينة والفوج اللي احنا يكون معنا في نهائيات كأس أمم إفريقيا، باش يعني نقف حول تحضيرات الفريق الوطني، وين يعني تكون هذه التحضيرات. يعني قلت لك ماشي أمور رسمية لحد الآن.